لما له من دور مهم وفعال في المجتمع وفي تنشئة الطلبة. استقبل شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة عددا من مشرفي تربية محافظة النجف الأشرف ضمن فعالية ملتقى الساعي، حرصا منها على هذه الشريحة المجتمعية. ضمن مشروع بيتيت الكفيل الوطني باشر شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية وحدة النشاطات المدرسية برنامج ملتقى الساعي الأسبوعي لكل من الأساتذة من مشرفي تربية النجف وبالتنسيق المسبق مع مديرية التربية فيها والأساتذة الملصقين فيها أيضا ضمن برامج معدة مسبقا. كان هذا البرنامج هو مضغوط بسبب الأوضاع التي تمر، الظروف الصحية التي يمر بها البلاد والمحافظة. كانت هناك جولات من ضمنها جولة لزيارة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية عليهم السلام، وأيضا جولة في المتحف العتبة الحسينية ومتحف العتبة العباسية والتبرك بالمضيف داخل متحف العتبة العباسية. وبعدها ذلك توجه الأساتذة إلى مجمع الإمام الهادي، هو أحد المجمعات التابعة إلى دار ضيافة للعتبة العباسية المقدسة. برنامج متكامل أعد للضيوف تخللته مجموعة من الفقرات، ابتدأت بجولة في متحفي العتبتين المقدستين، وتم عقد محاضرة قدمت فيها المشاريع الثقافية والتنموية التي تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية من معظم محافظات العراق، إلى جانب إقامة ورشة تضمنت بيان تأثير المعلم في المتلقين. باسم مشرفي تربية النجف الأشرف، لابد لنا أن نشكر العتبة العباسية لدعوتها لنا في الحضور لبرنامجها المعتاد، ومن ضمن نشاطاتها الإسلامية زادنا فخرا وشرفا مثولنا وزيارتنا إلى العتبة العباسية والحسينية لهذا اليوم 21/1 بما يكون لهذه البرامج والنشاطات من أثر إيجابي على الرؤية العامة لمثقفي العراق ومن ضمنهم مشرفي المدارس. نلمس ونرى ما تقوم به العتبتين الحسينية والعباسية من مشاريع حققت طفرة نوعية في مجالات كثيرة، في مجالات الزراعة، في مجالات التربية الحيوانية، في مجالات الطب، المستشفيات، العلم، كل هذه الجوانب. نتمنى التوفيق الدائم للمشرفين على العتبتين المطهرتين. مبادرة أخرى تضاف لبوادرها المستمرة في استقبال الوفود من مختلف شرائح المجتمع، وهذه المرة استضافت العتبة العباسية المقدسة مجموعة من مشرفي تربية النجف الأشرف ضمن ملتقى الساعي الذي تشرف عليه شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها.